مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. احييكم باجمل تحيه مسائيه بانطلاقه اشواط امسيه هذه الليله هنا، امسيه اصحاب السمو الشيوخ على ارضيه هذا الميدان بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله هنا التي نتابعها من ارضيه هذا الميدان. نرحب باصحاب السمو الشيوخ هنا على ارضيه هذا الميدان، ومرحبا بالجميع هنا وتواجدهم على ارضيه هذا الميدان. نرحب بسمو الشيخ سعيد بن راشد بن حميد النعيمي على تواجده هنا متابعته لهذا السباق، كما ايضا نرحب بشيخ راشد بن سعيد بن راشد النعيمي، ومرحبا بالجميع. نسير معكم بهذا الانطلاق مع القعدان، نسير هنا مع الحدب، من يفتتح الصداره يفتتح المقدمه هنا لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني وعبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري، من يتابع على الصداره وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني ياسين شاهين من هجن زيح السلام بمتابعه هنا حمد بن علي العويسي، من يتابع في التضمير المركز الثالث قطير لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن احمد في تضميره، والقادم هنا الشميمي لسمو الشيخ راشد بن سعود بن احمد المعلم عسيب بن مطر بن خلفان اللي يبري في تضميره، من ينطلق على المركز الرابع وخامس مراكزنا ياتينا الطياري هنا لسمو الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى فايز الدين محمد في تضميره هنا، من ياتينا على المركز الخامس هنا وسادس المراكز والمنطلق الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد مع مختار بن احمد في تضميره. هذه هي النتيجه لمراكزنا هنا اذا السته الاولى التي نتابعها من ارضيه هذا الميدان. لنا عوده الى الصدارة، لنا عودة الى المقدمة والى المركز الاول وصدورة هذا الشوط في هذا الانطلاق وهذا الاداء الجميل. الصدارة الصدارة والحدب الحدب الحدب على المقدمة على المركز الاول لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني مع عبد الرحمن بن سعيد بن حمد هنا المري، من ياتينا بهذا الانطلاق والاداء، بينما المركز الثاني ياتي خطير على المركز الثاني ومعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد مع مختار بن احمد بن عبد الملك، من يتابع ثالث مراكزنا المنطلق شاهين من الجانب الاخر من هجن سيح السلام مع الشاعر ومضمر خمسه نجوم حمد بن علي العويسي ابو زايد يقدم بهذه الانطلاقه. وصل هنا الشميمي، وصل الشميمي هنا مع ابو احمد سمو الشيخ راشد بن ايضا بن سعود بن راشد المعلى بقياده ابو احمد سيب مطر بن خلفان اليابري، من يقدم اما خامسي مراكزنا فياتي الطياري سمو الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى فايز الدين محمد في تضميره، والقادم الشارد هنا بهذه الانطلاقه الجميله الشارد سادسا لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد مع مختار بن احمد في تضميره. هذه هي الاسماء المنطلقه، ها هي الاسماء الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الناموس هنا بانطلاقات وتحديات هذه الأمسية الجميلة. نعود مع خطير 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 على الصدارة، خطير على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، من سجل ثلاث نقاط جميلات على أرضية هذا الميدان هنا بهذا الانطلاق الاداء المميز الجميل هنا مع مختار بن احمد في التضمير والمركز الثاني الحدب الحدب، ولكن الشميمي 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 يتسلل بهذه اللحظات من مركز الى مركز. الشميمي هنا بهذا الانطلاق لسمو الشيخ راشد بن سعود بن احمد المعلى وسيف بن مطر بن خلفان اليابري، من يقدمه
في هذه اللحظات ويتسلل من مركز الى مركز المركز الثالث الحدب. الحدب من ياتي ثالثا تعرض شيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني عبد الرحمن بن سعيد بن حمد المري، ولكن هنا المتسيل للطياري الطياري ايضا يتسلل بهذه الانطلاقه وبهذا الاداء. شيخ راشد بن علي بن حمد المعلى فايز الدين مياه في تضميره هنا هذه الانطلاقات والتحديات. الله الله، هنا القادم الشارد لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مع مختار بن احمد في تضميره، وياتي شاهين هجن السيح السلامه محمد بن علي العويسي على المركز السادس. هذه هي النتيجه السداسية الجميلة هنا مع النشمي، هنا مع الشميمي من غير على الصدارة غير على المقدمة، انطلق على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو الشميمي من ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط. ركز يا أبو أحمد، ركز مع انطلاقة الشميمي وأداء الجميل هنا مع الكيلومتر الأخير. بسم الله ما شاء الله، اندفع اندفع بالصدارة، اندفع بالمقدمة. هو الشميمي إذا على الصدارة، الشميمي على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن سعود بن احمد المعلى بقيادة سيف بن مطر الخنفان اليابري من يتابعه على الصدارة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هذا الانطلاق والاداء المميز الجميل. نقترب 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 يا ابو احمد ويا ابو احمد، نقترب هنا من عرقوب بن علو بن علو. ها هو المعلم التراثي، هنا غادرناه في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والاداء هنا للشميمي. للشميمي علقت عليه في العام الماضي في سن الحجايق، وها هو ياتينا هنا في سن اللقاية بهذه الانفرادة وبهذا الاداء المميز الجميل. تهانينا تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود بن احمد المعلى على هذا الفوز. والنقطة الثانية في هذه الامسية الجميلة هنا نتابعها، شكرا ابو احمد، ايضا سيف بن مطر بن خلفان اليابري من يتابعه هذا الانطلاق وهذا الاداء هنا والتحدي الجميل. سلام ام القوين، سلام سلام على هذا الاداء المميز الجميل. وها هو اذا هنا الشميمي من يعلن الفوز، يعلن الناموس ولحظة وصوله الى خط النهاية معلن الفوز. تهانينا هنا لسمو الشيخ راشد بن سعود بن احمد المعلى، شكرا لاحمد من قدمه هذا الانطلاق. المركز الثاني اتانا الشارد لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد، المركز الثالث ايضا خطير لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد. المركز الرابع اتانا هنا ايضا الطياري لسمو الشيخ راشد بن علي بن حمد المعلى. وعلى المركز الخامس مشاهدينا الكرام الحدب من وصل هنا لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن احمد الثاني، من اتانا على المركز الخامس. هذه هي النتيجه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى التي تابعناها هذا الانطلاق، وها هي لحظة وصول الشميمي بسبع دقائق 45 ثانية وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمن. تهانينا لأبو أحمد سمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى، تهانينا أيضا لأبو أحمد سيف مطر خلفان اليابري على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني وصل هنا إذا الشارد بسبع دقائق 47 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، تهانينا لمختار بن احمد على هذا التضمير. اما المركز الثالث فكان خطيرا ايضا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد هنا، شكرا ايضا مختار على هذا الاداء المميز في هذه الامسية. هنا سبع دقائق 54 ثانية ستة من الاجزاء من الثانية توقيت الزمن، توقيت هنا ايضا خطير. تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا لجميع الفائزين.